السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى في سؤال، يعني شخص موسوس، يعني بيوسوس في مسألة الطلاق، فهو بيتعمد يعني لفظ الطلاق في نفسه، لكن هو بيعمل كده يعني شعر بلسانه اتحرك، يعني اتحرك لسانه وهو بيعمل كده، فده احتكى على شيء؟ يعني شخص موسوس يتعمد لفظ الطلاق في نفسه، شريحة الطلاق ده بيتلفظ بيه في نفسه، لكن هو بيعمل كده، هو بيتلفظ بيه في نفسه، لسانه اتحرك، هل يقع عليه شيء؟ هو اتضايق أصلا بعد ما عمل كده. لا يقع بذلك شيء وهو مريض. شكرا. الله الله يسلمك. لكن محمود، هذا جائز، هذا جائز إذا أمنت الغوائل والفتن هذه الأيام. من الأصل أنه جائز، بل من العلماء من يرى استحبابه. بارك الله فيك.